إخوان، نحن في بعض الدواوير بإقليم تارودانت. لاحظوا الإخوان صعوبة المسالك، الآن هي الطريق محبسة كما تشوفوا معايا. هذه قافلة متجهة نحو بعض الدواوير، الطريق موقف لأن واحد كاميو عنده شي مشكل واقف. لاحظوا معي أجواء، أجواء جدا. دوار دوار البوار 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 البوار. هذا دوار سليمان، جماعة وعزيز، لا حول ولا قوة إلا بالله. دوار تعرض للدمار بالكامل، انهيار المنازل بالكامل. حاليا كيتواجد معنا الكاتب لجمعية الوسيلة لكفالة اليتيم فرع الفقيه بن صالح، جمعية اللي جات باش تأزر الساكنة أو منكوبي زنزال الحوز. هذه الجمعية طوعات بشراكة مع إخوان أو الجالية الهولندية وبعض إخوان من الجالية الإيطالية، ضامنوا وساندوا بعد الإخوان هنا بعد الساكنة ببعض الخيام وبعض المسائل الضرورية والمستعجلة. إذا الأخ بدر جيتو باش تساندوا الإخوان ديالنا هنا في هذا الدوار الثاني للأسف الشديد. تفضل الأخ بدر. السلام عليكم. بداية نتأسف على الأسر ومركوبي هذا الزلزال، وحنا في مكان سقوط ضحايا عائلات وأسر وأطفال في هذا المكان، هذا ندعو لهم بالرحمة. نحن كجمعية الوسيلة لكفالة اليتيم وبدعم من الجالية وبدعم من ساكنة الفقيه بن صالح التي دعمتنا بعدة مواد، احنا اليوم تنآزروا هاد الناس. جينا آزرناهم وجينا تلبيو بعض الحاجيات لولا انها بسيطة. اليوم جينا بعض الحاجيات اللي هنا ضرورية، لقينا هاد الناس كاين خصاص رغم تدخل الدولة، وكاين خصاص في الخيام وخصاص في الأفريشة. حاولنا نغطيو بعض الدواوير من إقليم تارودانت. اليوم حنا في الدوار الثاني، الدواوير مختلفة بين دوار مهدوم بالكامل ودوار فيه تسققات ودوار فيه، يعني كل دوار وتحتاج حاجيات، كل دوار وعنده الحاجيات ديالو. احنا اليوم وصلنا واحد الامانه ديال ساكنه الفقيه بن صالح المنكوبي زلزال باقليم تارودانت وبجماعه سيدي وعزيز وبهذا الدوار، هذا دوار سيدي سليمان. احنا تنأزروا الساكنه ان شاء الله، وغادي نبقى القافله تبقى لمده ديال 3 ايام بعده دواوير. تنجي جايبين معهم خيام بشراكه مع الجاليه الهولنديه وفروع الجمعيه بانزكان واكادير وبعض الاخوان بالجاليه الايطاليه. جبنا لهم خيام، كي اللي يحتاج اغلبيه جميع الدواوير يحتاج الخيام، لان اللي طايح من الدار ديالو اللي عنده تسققات يعني ما يبقاش في داك الدار. بالاواني بالافريشه، فرحنا الدراري الصغار بالالعاب والحلويات. ان شاء الله غادي تكون مواكبه دائمه
وتنهزوا واحد الرساله للمجتمع المدني داخل المغرب، وحتى انهم يقوموا بالمعاينه قبل يجيبوا المساعدات ويشوفوا الضروريات، لان ضروريات اشياء، لان شنا تدبير في المواد الغذائيه، ناس غير جيب في المواد الغذائيه. الساكنه تقول لنا بزاف هادشي هذا ديال المواد الغذائيه، راه تحتاجوا خيام، تحتاجوا هذوك الطلبات، حاولنا حنا نلبيهم، انا نجيبوا خيام، نجيبوا لهم الافرشه، نجيبوا لهم الاواني، يعني داكشي مؤقت ليتما تدخل السلطات والسلطات الحكوميه والمؤسسات، هاد الناس يرجعوا المساكن جدد ان شاء الله، تبنى لهم مساكن جديده ان شاء الله، ويرجعوا لاحسن حياه. وهاد الاشياء اللي شفناها هذا تدمي القلب، يعني ما تبغيهاش ولو العدو ديالك، لان انا ساكنه خرجات متشرده، خرجات بدون حتى، يعني نتأسف لحالهم ونؤازرهم، وان شاء الله جمعيه الوسيله عندها قوافل اخرى بالاقاليم الاخرى، وان شاء الله عندنا برنامج اننا نديروا بعض المراكز الميدانيه لتتبع اليتام، لان التخصص ديالنا هو كفاله اليتيم، كفاله اليتيم بجميعها، اجتماعيا وتربويا وثقافيا، ويعني فهمتي يعني كل شيء ليها، يعني الحمد لله عندنا ناس محسنين تيتكفلوا بهاد الايتام هادو، وان شاء الله تنفكروا اننا نديروا بعض الفروع بهاد الجماعه هادي، وتبقى المواكبه دائمه لهاد الناس هادو، لان كاينين اسر متضرره جدا، وحنا تنقولوا الناس ديال الفقيه بن صالح امانتكم وصلات كما تشوفوا، امانتكم وصلناها لمكانها، والحمد لله باقي غدا ان شاء الله ثاني في دواوير اخرى، اليوم جوج دواور والثالثه هو في الطريق، وان شاء الله غادي نباتوا هنا ان شاء الله لمؤازره الاسر ومنكوبي الزلزال، وتنتمنوا لهم حياه افضل. وشكرا لك الاخ جلال على المواكبه ديالك وعناء السفر من الفقيه بن صالح باش تواكب الحداث وتوقف في المواكبات الاعلاميه للجمعيه. شكرا لك، وشكرا للمنبر الصحفي ديالك على المواكبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا شكرا الاخ بدر الكاتب لجمعيه الوسيله لكفاله اليتيم فرع الفقيه بن صالح، شكرا لكم على التضحيه ديالكم، وشكرا على المسانده والتضامن ديالكم. وارشفوا الفوق شو الدوار تقريبا سقط نصه، نظرا لصعوبه المسالك وصعوبه التغطيه. تابعوا معي اخواني ومتتبعي الكرام، للاضافه اشكر جميع شباب فقيه بن صالح وكل من ساهم وساند ضحايا زلزال الحوز، شكرا لكم مرة أخرى. عدة عائلات تعرضت للتشرد للأسف، هناك عدة إعانات، تابعوا معي إخواني، هذا هو الوضع الحالي، تابعوا معي. منظر رهيب، تابعوا معي إخواني ومتتبعينا الكرام، مشهد رهيب، شوفوا الأوضاع الحالية، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إخواني متتبعينا الكرام، سأوافيكم بمباشر آخر، تابعوا معي الصعوبة، منظر رهيب إخواني، لاحظوا معي، هذا هو المسجد الذي تعرض للانهيار بالكامل للأسف. إذن متتبعينا الكرام، سأوافيكم بمباشر آخر إن شاء الله،
كنت من الصباح بغيت ندير مباشر، ولكن للاسف لسوء التغطيه وسوء الريزو ما كاينش، الكونيكسيون ثقيله.